يقع بحر دولة الكويت جغرافيا في الجهة الشمالية للخليج العربي، وتبلغ مساحته ما يقارب 820 كيلومتر مربع، ويبلغ طول ساحل الكويت 500 كيلومتر شاملا الجزر. توفر المياه الكويتية البيئية المناسبة لنمو الكثير من الكائنات البحرية، حيث أن البيئة البحرية في الكويت تحتوي على بيئات مختلفة من حيث درجة الحرارة والملوحة وعوامل أخرى، وبالتالي يختلف تنوعها الأحيائي باختلاف تنوعها البيئي البحري. ويمكن تقسيم هذه البيئات إلى ثلاث بيئات: أولاً، بيئة المنطقة الشمالية، وهي عادة تمتد من منطقة الصبية إلى الحدود الشمالية، ومن خصائص هذه المنطقة أنها ضحلة وطينية، كما أن درجة الملوحة فيها منخفضة نسبياً. ثانياً، بيئة المنطقة الوسطى، وهي بيئة طينية رملية وذات درجة ملوحة أعلى نسبياً من بيئة المنطقة الشمالية، وتمتد حدود هذه المنطقة في جون الكويت. وأخيراً، بيئة المنطقة الجنوبية، تمتد من الحدود الجنوبية لدولة الكويت إلى ما قبل جون الكويت، وتمتاز هذه المنطقة بطبيعتها الصخرية وكثرة الشعاب المرجانية فيها مقارنة بالبيئات الأخرى، حيث أن البيئات المرجانية أكثر الأنظمة في المنطقة احتواء للتنوع البيولوجي. وإن للإنسان علاقة وطيدة بالبحر، وخاصة أهل الكويت، حيث أن البحر كان يعتبر المصدر الأول للرزق قبل ظهور النفط، إلا أن هذه العلاقة أصبحت تستغل بشكل سلبي، مما أدى إلى استنزاف وإلحاق الضرر بالبيئة البحرية. فالصيد الجائر والممارسات الخاطئة للأنشطة البحرية في دولة الكويت تسببت في تدمير الكثير من البيئات والموارد البحرية. فعلى سبيل المثال، تتسبب المعدات المفقودة في البحر إلى الكثير من الأضرار البيئية، وذلك من خلال صيدها المتواصل للكثير من الكائنات الحية، مما يؤدي إلى نقص التنوع الأحيائي في البحر أو نفوق الكائنات البحرية النادرة مثل السلاحف. كما يعتبر صيد الأشباح من العوامل المدمرة للبيئة البحرية، وقد تم تعريف صيد الأشباح بأنه نفوق الأسماك والأجناس الأخرى التي تحدث بعد فقدان كل السيطرة على عدة الصيد من قبل الصياد. وصيد الأشباح مصطلح قد يبدو غريبا محليا، إلا أن الموضوع تم التعرف عليه عالميا منذ 1985 في الجلسة 16 للجنة الفاو. علينا أن نجد مصادر القيود والمحفزات التي تدفع الفرد والمجموعات إلى عمل الشيء الصحيح، حتى لو كان بعيدا في البحر ولا أحد ينظر إليه. فلنتكاتف ونعمل يدا بيد، ولنحافظ على استمرار بيئتنا البحرية.
Thank you.